كله في رقبته. أي ضمير هذا الذي كيف تنام يا أخي؟ كيف تنام ودماء العرب تتدفق في كل مكان بفعل أموالك القذرة ومؤامرتك وجزيرتك الخائنة؟ اعلم أن المصريين لن يتسامحوا، وأنك لو دخلت وفكرت تدخل مصر في المرة القادمة فستجد حشودا من البشر تطبق عليك أنت وأمثالك. والله لو وقفوا ضدنا في كل مكان. هذه قرصنة، هذه مؤامرة مكشوفة على مصر. كل إنسان مصري بيشوف الفيلم ده في مقدماته مش دمه بيتحرق ولا عروقه بتنتفخ؟ بيحس انه لو شافك هيفجر نفسه فيك. احنا ما نقولكمش حاجة، احنا محترمين في كل حاجة. في 11/11 تعيد انتاج حاجات مظاهرات للاخوان من زمان وتطلعها وتقول مظاهرات تعم مصر. يا كذاب يا كذابين، كيف هانت عليكم مصر؟ مصر التي ضحت وقدمت، مصر التي دافعت وحررت، مصر التي لا يملك شعبها إلا الإيمان والعزة والكرامة والإيمان بالقومية العربية. نسيتم مصر عبد الناصر؟ نسيتم مصر العظيمة التي أبدا لم تتوانى؟ ماذا جرى؟ ولماذا تخضعون للتعليمات الأمريكية الإسرائيلية؟ إنه المخطط، المخطط الذي حذر منه في يوم من الأيام رجل كانوا يقولون عنه مجنون، معمر القذافي في بداية الثمانينات، الشهيد البطل معمر القذافي والشهيد البطل صدام حسين اللي حذرها من المؤامرة والخيانة من البداية. لكن اعلامنا الفاسد فضل يقول الحقوا الدكتاتورية، الحقوا مش عارف ايه. انظروا الى ليبيا، انظروا الى العراق. احمد الله انني وللتاريخ كنت ومنذ اللحظة الاولى داعم لمواجهة محاولة الاحتلال الامريكي للعراق والتآمر على صدام والتآمر على معمر القذافي، وسوف يبقى لساني وصوتي الى نهاية عمري مدافعا عن التاريخ المضيء للأمة العربية، بغض النظر عن الآراء التي تذهب من هنا او من هناك، بغض النظر عن الخونة الذين يتآمرون ويشوهون ويغتالون كل شيء. الأيام هي التي تكشف والواقع هو الذي يحقق. لن ننقاد وراء الجهلة والخونة والمتآمرين، سنقول كلمتنا في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذه الأمة وقيم هذه الأمة والأمن القومي لهذه الأمة.